الكرام، تشرفنا الآن السيدة ماري إنغ وهي وزيرة الكندية للمشروعات الصغيرة وأيضا التجارة الدولية. Your Excellency, we welcome you on Extra News. Thank you for the opportunity. نرحب بك معالي الوزيرة وأسألك أولا عن رؤيتك للاستثمارات الكندية في إفريقيا. من الرائع تواجدي هنا، وصلت إثيوبيا منذ أيام وفي جنوب إفريقيا ونيروبي وأرى فرصا هائلة. أنا وزيرة المشروعات الصغيرة والتجارة الدولية، وجاء معي وفد كبير يمثلون قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رائدات الأعمال. هناك أوجه تشابه كثيرة بين دولنا، لذلك هناك آفاق واعدة للتعاون. كيف يمكن لكندا سد الفجوة التمويلية في إفريقيا وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ولرائدات الأعمال؟ في كندا أدير استراتيجية رائدات الأعمال، نستهدف من خلالها زيادة عدد رواد الأعمال بشكل عام، وكلفني رئيس الوزراء بمضاعفة الرقم بحلول عام 2025، والنسبة الآن هي 16% للنساء من إجمالي المشروعات الكندية، ونستهدف مضاعفة هذه النسبة، ونريد ضمان إتاحة التمويل، وهذه مشكلة أسمع عنها باستمرار من رائدات الأعمال، ونساعدهم من خلال بعض الآليات المتوفرة في كندا، ونستكشف الآن كيف يمكننا العمل مع المؤسسات الإفريقية لتمكين سيدات الأعمال. برأيك ما القطاعات الأكثر جذباً بالإضافة إلى المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية؟ توجد فرص ضخمة في مشروعات البنية التحتية الخضراء أو الصديقة للبيئة، مشروعات الطاقة كذلك، والزراعة المبتكرة والمستدامة. هناك طيف واسع من الشركات المتوسطة التي تستثمر في مجال الاقتصاد الأخضر، ويمكننا المساهمة بخبرتنا الكبيرة في مجال البنية التحتية الخضراء. Thank you very much for your time, Your Excellency. Thank you so very much, and it's lovely talking to you and your audience. Thank you. Thank you.